فقد البنتاوين اريد اوصل رساله لهاي الحكومه اللي تدعي بان هي مسويه حظر تجوال بان هي تريد السيطر على فيروس كورونا بالعراق. ما راح تقدر تسيطر على فيروس كورونا بهاي الاجراءات مالتها الغير صارمه، الاجراءات مالتها اللي شوف صور لي المكان كله، صور لي شوف الناس شلون عايشه حياه طبيعيه، ولا عبالي اكو فيروس منتشر، ولا عبالي العالم كله وقف ضد هذا الفيروس، العالم كله طلع الجيش ماله بالشوارع. شوف الجهال هنا، شوف الناس اللي موجودة. أنا أتمنى بأن الحكومة شوية تشتغل صح، الحكومة شوية تلتفت على شعبها. أنت من عندك فيروس خطير، لازم تنزلين قوة تمنع هاي الناس من التجوال بالشارع. هذا فيروس خطير، فيروس دا ينتشر عن طريق الهواء، فيروس دا يسوي تطور النفسه، دا يتطور، دا يسوي ابديت يوميا على مود دا ينتشر. الناس هنا مفتحه ولا عبالك، الحياه الطبيعيه، حكومه مو موجوده هنا. الحكومه دا تفتر ورا. الحكومه تفتر ما تقدر يعني ما عندها سيطره على الموضوع. هذول الناس لازم كلها تدخل البيوت، الفيروس كلش خطير، ما حد يفهم، ما حد عنده وعي بهذا الموضوع. لازم كل الناس، الحكومه عليها شغل، الحكومه مو بس عليها تجي تقتل بالمتظاهرين على مود السلطه، على مود احزابها. الحكومه هاي لازم تحافظ على الناس، تحافظ على هاي الاطفال اللي موجوده اللي طالعه بالشارع، اللي اهلهم ما عندهم اي وعي واي ثقافه بسبب هاي الحكومه اللي سيطرت على العراق من سنه 2003 ولحد هاي اللحظه. زرعت التخلف، زرعت الجهل بعقول الناس، فيروس خطير ما تعرف شلون توقفه. خليه الازمه مطالبه بان تتواجد بمنطقه البتاوين حتى تحد من هذا الفيروس،